عشرات الحوادث منذ ساعات صباح الأمس. على الخط الهاتفي المقدم نائل العزة، مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني. صباح الخير لك أخ نائل، يعطيكم العافية. صباحك يا ستي، وصباح الخير لكل متابعين إذاعتكم برنامجك الكريم. الله يسعدك يا رب. يعني احكي لي عن البلاغات اللي تلقيتوها بس خلال أمس وأول أمس مع دخول المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة. يعني كفر عقب لحالها كيف؟ بشكل عام كم حادث صار؟ في منها سير، في حرائق، كانت الأشد ولا كيف؟ تفضل أخنا. يعني البلاغات يعني ترد للعمليات المركزية على نفس البلاغ، يعني ممكن نستقبل من 10 إلى 15 مكالمة على حادث واحد، ولكن العمليات المركزية سجلت 76 تدخل من صباح أول أمس حتى مساء أمس. يعني احنا بنتحدث عن ما يقارب 36 ساعة ب 76 بلاغ في مختلف المحافظات. اغلب البلاغات كانت تصريف مياه من منازل، منشآت تجارية ومنشآت صناعية، اخماد خمس حرائق منازل في بيت لحم في الخليل بالتحديد يطا ودورة، وفي العوجة في أريحة الحمد لله لم تسجل فيها اي اصابات، كانت استجابة الدفاع المدني باوقات قياسية. تعاملنا مع ما يقارب 15 حادث فتح شوارع نتيجة تراكم المياه بالتحديد في منطقة كفر عقب، في رفات، في بيت لحم، غرب مدينة بيت لحم اللي هو الشارع الواصل ما بين الريف الغربي وما بين مدينة بيت لحم. كان في أيضا إزالة أشجار عالية سقطت بفعل قوة الرياح وأغلقت الشوارع، ولكن مع قوة المنخفض بالمقارنة مع منخفضات ماضية سابقة تعامل مع عدد متوسط من عدد الحوادث. الخسائر الأكثر كانت في منطقة كفر عقب، وإحنا كدفاع مدني إلنا كمختصين في مجال تقييم المخاطر مدركين بالتحديد إيش اللي حصل في كفر عقب. المشكلة في كفر عقب في بناء عشوائي، في تعديات على الشوارع العامة، في تعديات على مصارف المياه، وفي سيطرة لقوات الاحتلال على منطقة الجدار اللي فيها العبارات اللي بتصرف المياه اللي بتيجي من مرتفعات رام الله والبيرة لمنطقة كفر عقب اللي هي المنطقة المنخفضة. كل هايتها عوامل. أيضا في عنا زيادة سكانية، في اكتظاظ مروري في تلك المنطقة. كلها أسباب موضوعية، ولكن ما في إرادة عند هيئات محلية بأنها تتمكن من المعالجة على المستوى المتوسط والبعيد، وبالتالي إحنا راح نظلنا في مشكلة كفر عقب. فقط بنقدر نعالج الموضوع على شكل استجابة للحوادث وتصريف المياه بشكل مؤقت من خلال استخدام المعدات اللي بين ايدين الدفاع المدني. كيف استطاعوا يعني الشوارع كانت الناس غرقانة فيها، واتصلوا على طول بالدفاع المدني اللي حضر فجر الأمس يعني للمنطقة، وكانت الشوارع غرقانة. هل استطعتم من يعني تصريف المياه؟ كان في عندكم المعدات الخاصة بذلك؟ يعني احنا طبعا احنا في عندنا وحده اسناد الوسط اللي هي موجوده في مركز الرام، موجود فيها ثلاث بواقر وموجود فيها جرافه كبيره. مباشره استجبنا لمنطقه قلنديا اللي موجود فيها يعني اصلاح للشوارع او في مخطط لشارع في منطقه قلنديا، ومن ثم توجهنا مباشره لمنطقه كفر عقب اللي استمر العمل تقريبا ساعه ونص لساعتين لحتى تمكنا من ان نخفف كميه الميه اللي تراكمت في الشوارع. ايضا في محافظه تلفيت كان هناك فيه غمر للمياه، وكان في مغامره من الساده المواطنين. احنا حذرنا، وكل وسائل الإعلام وكل الجهات المختصة حذرت من عدم تجاوز تجمعات المياه. كان في بعض الاستهتار، ولكن بالمجمل احنا بنقول بأنه كان هناك التزام في بعض المحافظات، وأيضا حدة المنخفض ركزت في الوسط. يعني احنا منطقة سلفيت، محافظة رام الله والبيرة، محافظة ضواحي القدس، ومحافظة بيت لحم هي الأكثر تضررا بالمنخفض. وفي ظروف موضوعية احنا شرحناها، في تعديات على الشوارع، في بناء عشوائي، وفي تحمل كبير للهيئات المحلية اللي موجودة هناك اللي يفترض تحط سياسات إما لتعديات المواطنين إما لسياسات الأراضي الخضراء، منع ترخيص بناء. وبالتالي الموضوع شائك، والموضوع لا يقتصر على انه والله الدفاع المدني استطاع انه يستجيب لهي الحوادث. احنا كمان بنشتغل في مستوى له علاقه بالتخفيف من اثار الكوارث، مش بس والله نظام استجابه فعال اتصل على الدفاع المدني.
المشكله بانه في محافظات كثير لم تسجل فيها اي اصابات ولم تسجل فيها اي حوادث مع انه الامطار كانت غزيره. وبالتالي لازم ناخذ بانه المساله لها علاقه ببعد مرتبط بالتخطيط، واي خطه تنميه بدها تحط في الاعتبار سياسات الحد من مخاطر الكوارث. صحيح، بمنطقة عن منطقة بيبين التخطيط الصح والشغل الصح فيها. يعني المناطق اللي ما صار فيها هذه الكوارث بتدل على أنه كان فيها تخطيط سليم، جهوزية عالية لاستقبال المنخفضات. مناطق أخرى في إشي بيد البلديات، في إشي خارج عن حدود صلاحيتها. كفر عقب منطقة معقدة، يعني بتتداخل فيها الصلاحيات بشكل كبير. طيب، إحنا الحالة الجوية هاي رح تستمر لبكرة، وحسب دائرة الأرصاد الجوية هي بكرة الأشد من ناحية الصقيع والانجماد وانخفاض درجات الحرارة. التخوفات سيد أخ نائل، وكمان المدارس، يعني في عنا مشكلة فيها، عنا مدارس يعني صراحة غير جاهزة بشكل كامل لاستقبال هيك طقس. يعني فشو بتحكوا كدفاع مدني؟ تفضل. يعني احنا وفق الأرصاد الجوية بأنه الفئة أو القطاع اللي راح يتضرر هو القطاع الزراعي، المزارعين، وبالتالي في إرشادات من وزارة الزراعة، في إرشادات من الجمعيات اللي تعمل في توعية المزارعين، منظمات الNGOs. أيضا يفترض أن المزارعين يستمعوا إلى إرشاداتهم، مربين الدواجن، مربين الحيوانات، بأنه كمان في عنا بنسجل كل عام حرائق ناتجة عن وسائل التدفئة في تربية الدواجن وفي المزارع، وبالتالي مهم أيضا للمزارعين بأنه ينتبهوا لهذه المسائل. طبعا السادة السائقين الله يكون بعونهم، خاصة العمال اللي بيضطروا يطلعوا يعني فجر وصباح كل يوم لأعمالهم، نتأمل أنه يكون في لسائقين نقل العمال يكون في وعي ويكون في إدراك بأنه إحنا أمام خطر حقيقي بالانجماد وانزلاق المركبات إذا كان في طيش في سياقتها. أيضا اللي بيضطروا المواطنين اللي بيضطروا على السير على الأقدام في صباح فجر غدا أيضا يكون في حذر شديد في هذا الموضوع. نأمل بأنه قرار الحكومة بتأخير الدوام لمدة ساعة يعني يخفف من آثار ومن احتمالية الانزلاقات. يعني إحنا كمان برضو بنذكر بأرقام الطوارئ للسادة المواطنين، للدفاع المدني 102، للشرطة 100، وللهلال الأحمر 101. أي مخاطر، أي حوادث، سرعة البلاغ والثقة بهذه المؤسسات بالتأكيد راح يسرع من سرعة الاستجابة ويعالج المشاكل. أخ نائل، بصراحة هل لديكم عدد كافي من السيارات والمعدات الكافية للتعامل مع عدد كبير من البلاغات في حال زاد هذا العدد؟ يعني أم الجهاز بحاجة إلى المزيد من إما سيارات الدفاع المدني إما المعدات الخاصة بالحوادث بشكل عام؟ تمام. يعني احنا بالارقام احنا 47 مركز للدفاع المدني في 860 تجمع سكاني. حسب خطة الدفاع المدني، الخطة اللي يفترض انها تتطبق خلال الخمس سنوات القادمة، لازم يكون عندنا 75 مركز للدفاع المدني. احنا بنتحدث عن 75 مركز، نتحدث عن آليات. الموجود في مراكز الدفاع المدني ما يقارب 160 مركبة اطفاء وانقاذ وتنكات تزويد مياه زائد بواقر وجرافات. ضفة، احنا بنحكي عن ضفة لحال. انا بحكي عن الضفة. يعني غزة الله يكون بعونهم. اللي شفناه في غزة حقيقة يعني 4 حروب، تدمير للبنية التحتية، اكتظاظ وكثافة سكانية. يعني بالتأكيد الأمور مختلفة تماما في قطاع غزة، وأصلا إمكانيات الدفاع المدني اللي كانت موجودة قبل سيطرة حركة حماس هي يعني بقيت نفس الإمكانيات. يعني لم يتم تطويرها. يعني يوم احنا نتحدث عن إمكانيات الدفاع المدني قبل 10 سنوات كان نحن نتحدث عن ما يقارب 46 مركبة إطفاء، اليوم احنا بنحكي عن 160 مركبة. يعني في تطوير في 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 آليات ومعدات الدفاع المدني، ولكن إذا بدنا نفتتح مراكز جديدة بدنا معدات جديدة وبدنا أفراد جدد. حتى أنك أنت تطور نظام الاستجابة، ولكن ستريم نظام الاستجابة يعني مرتبط ب3-4 مؤسسات: الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الشرطة. إحنا دائما بنركز على أنه سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثارها هو العنوان الصحيح، هو العنوان السليم، لأنك أنت تقدر تحط خطة تنمية تحط فيها مجموعة متغيرات. إحنا أمام تغير مناخي. يعني وين بتحسوا النقص أكثر شيء؟ عودة إلى موضوع بس الاحتياجات، وين بتحسوا أكثر إشي لازم يصير في يعني دعم كوادر بشرية، سيارات إطفاء؟ وين بتحس إنه هذا اللي إحنا بحاجة إلى أكثر شيء؟
الأولوية للكوادر البشرية. الأولوية بالتحديد لزيادة عدد كادر الدفاع المدني. إحنا بنتحدث عن 1200 موزعين على 50 مركز على مدار 24 ساعة، على مدار 7 أيام، على مدار 365 يوم. بيشتغلوا ما يقارب 16,000 17,000 مهمة سنويا. بنفذوا ما يقارب 56 ل 60,000 جولة على تطبيق شروط السلامة والوقاية. بيشتغل في التدريب على تدريب ما يقارب 300-400,000 مواطن ما بين طلبة مدارس وجامعات وربات بيوت وشركات مصانع. فالأولى زيادة عدد الكوادر البشرية. طبعا زيادة عدد الكادر بمكنك من أنك أنت تفتتح مراكز وتكون أقرب للحوادث. يعني إحنا مثلاً في منطقة الرام، تذكري قبل 10 سنوات حدث سير طبعاً. وكان في حريق، من بعدها كان في افتتاح لمركز الرام، في مركز عناسة. فبالتالي كل ما كنت أقرب للمواطن للتجمع السكاني كل ما كان في سرعة استجابة. ولكن بدون عدد كادر يعني مستحيل انك انت تعتمد على مجموعه متطوعين لحتى تقدر تفتتح مراكز، لانه احنا في صفه قانونيه لمسؤول او لضابط. وصولكم سؤالي الاخير، وصولكم لمنطقه كفر عقب بحاجه لتنسيق ام لا؟ يعني الناس بتسال اذا احتاجتكم ورنت عليكم في سهوله في الوصول الى المنطقه. الدفاع المدني بدون تسويق وبدون يعني جاهزين لتلبيه اي نداء بالامكانيات اللي متوفره بين ايدينا. كفر عقب بالمناسبه احنا بنسجل ما يقارب من 160 ل 200 حادث سنويا في كفر عقب، من حرائق منازل، من حوادث سير، من حرائق مركبات. وبالتالي احنا اللي بنستجيب بالمطلق، ولكن في مشكله تقنيه بانه اللي بيشتغلوا او سكان كفر عقب بيستخدموا شبكات الاتصال الاسرائيليه على قوات الاحتلال لكم. فبالتالي ارقام الطوارئ بترد عند لازم يستخدموا طبعا لازم يستخدم جوال فلسطيني حتى يكون رقم الطوارئ الفلسطيني اللي يرد عليهم. بالضبط، لانه احنا بنحكي عن مشكله تقنيه. ولكن في ارقام الطوارئ اللي احنا بنحطها على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحتنا على الفيسبوك. ارقام عاديه، يعني بيقدر يتصل على الرقم رقم هاتف ارضي عادي، ولكن اذا بده يتصل يستخدم رقم الطوارئ ما بيرد على الدفاع المدني الا اذا استخدم شبكه فلسطينيه. شكرا المقدم نائل العزه، مدير العلاقات العامه والاعلام في الدفاع المدني، يعطيكم العافيه. شكرا لك.